السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كود بوك. النهاردة إن شاء الله في فيديو واحد هنشرح الـ HTML، ودي خطة القناة الفترة الجاية إنها هتقدم كورسات كاملة في فيديو واحد، بحيث إن احنا نلم أكبر استفادة ممكنة في فيديو واحد. ممكن يتقسم سكاشن بحيث إن أنت ممكن ترجع له على أكتر من مرة، أو لو أنت حابب تتفرج على الكورس مرة واحدة ده حاجة ترجع لك، لكن هي دي خطة القناة الفترة الجاية، تقديم محتوى الكورسات. الشخص اللي هو مفروض ما يعرفش حاجة عن الـ HTML المفروض ان هو هيبقى عنده البيزك نوليدج او اكتر من البيزك نوليدج على الاتش تي ام ال. فاتمنى من ربنا ان يوفقني في تقديم الكورس ويفيد اكبر عدد ممكن من الناس. ما تنساش قبل ما نبدا تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول، وما تنساش برضو تدعي اخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم. يلا بينا نبدا في الكورس ده. ان شاء الله هنتكلم عن الاتش تي ام ال وهناخد مقدمه ونعرف ايه هو الاتش تي ام ال، هنعرف الاليمنت والاتريبيوت وايه الفرق ما بينهم، هنعرف الكومنتات داخل الكود بتاعنا ونعمله ازاي، هنعرف الهيدر والباراجراف والانكر والايمج والاوديو والفيديو والتكست فورمات، كمان هناخد الليست وانواعه، التيبل والستايل والسبان والديف والبوتن والفورم والانبوت والميتا تاجز. حضر قهوتك وتعالى نبدا بسم الله. طيب ايه هو الاتش تي ام ال؟ HTML اختصار لكلمات وهي هايبر تكست ماركب لانجويج. باختصار وبعيد عن الكلام الكبير اللي ممكن نوضحه في النقطه دي، ال HTML هو الطريقه اللي ببلد بيها الويب سايت بتاعي. عشان نفهم الفكره دي لازم نتخيل شويه حاجات. وانت بتبني بيت انت بتحط اساسيات البيت وتبني الهيكله اللي بره من طوب احمر لمحاره، انما ما بتلونوش من الاول، انت بتبني هيكل بس. بعد كده بتحط الدهانات بتاعتك او الديزاين بتاعك الداخلي اللي بيوضح شكل البيت، وبعد كده بتركب الفانكشناليتي بتاعت البيت سواء بقى سباكة او كهرباء او نجارة وإلخ. فال HTML هي البداية اللي بتبني بيها الويب سايت. تقدر تقول كده ان ال HTML هو الهيكلة الاولية للويب سايت. لو قلنا ان اي ويب سايت بيتكون من HTML زائد CSS زائد JavaScript، ولو انت مش فاهم يعني ايه CSS و JavaScript فما تقلقش، CSS دي لغة خاصة بالديزاين هناخدها بعدين، والجافاسكريبت هي لغة بتخلي الويب سايت بتاعك اكتر ديناميكية ومتجاوب معاك شوية، لكن ما تقلقش من الحاجات دي هنجلها بعدين. اللي يهمنا دلوقتي ان احنا نتخيل شكل البيت بتاعنا. احنا الاول بنبني هيكلة وهي ال HTML، وبعد كده بنحدد الديزاين الداخلي للبيت، وبعد كده بنركب الفانكشناليتي بتاعة البيت من سباكة ويلخ. طيب دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه HTML وازاي بيكون الويب سايت بتاعنا. ايه اللي احنا محتاجينه عشان نبدأ نكود ال HTML؟ انت كل اللي محتاجه اللابتوب عليه operating system اللي هو ويندوز او لينكس او اي editor، سواء بقى النوت باد او فيجوال ستوديو كود او اي editor ترتاح عليه. الويب سايت الرسمي بتاع فيجوال ستوديو كود ممكن تعمل له داونلود فور فري وبيفتح معاك الشاشه بالشكل ده بسطب عادي جدا لاي اوبريتنج سيستم او اي نظام تشغيل، سواء بقى انت بتستخدم ماك او لينكس او ويندوز. نكريت فايل. دايما لما بنسمي اي فايل بدائي او اي فايل انا عايزه يبدا الويب سايت بتاعنا بنسميه اندكس دوت اتش تي ام ال. الاكستنشن او الامتداد بتاع الفايل ال HTML هو .html. هنكتب index.html. منتهى البساطة احنا كريتنا اول فايل HTML خاص بالبروجكت بتاعنا. لو رحنا على مسار البروجكت بتاعنا هنلاقي الفايل ده، لو دوسنا كليك يمين open with، لو جينا نفتحها على كروم هيفتح لنا شاشة فاضية بالشكل ده لان انا مش كاتب كود جواه. تمام؟ عشان اكتب كود HTML بكتب حاجة اسمها تاج. تاج هو الكود اللي بيقراه البراوزر بتاعي فيقدر يترجمهولي لحاجة بتتقري او حاجة بتتشاف قدامي. فاول تاج هناخده doctype HTML. انا بقول للكود بتاعي ان انت doctype بتاعي او الملف ده هيتقري ك HTML. تمام؟ وتاني تاج هنكتب HTML
وهنقفل التاج بالشكل ده. يبقى التاج بيتفتح كده، التاج بيتفتح كده، وتقفل نفس اسم التاج بالشكل ده كقفلة ال HTML كده. انا عملت running او قلت للبراوزر بتاعي يقرأ الملف ده ك HTML ونسيف، نعمل كنترول S ونروح للبراوزر نعمل ريفريش. هنلاقيه هنا برضو صفحة فاضية، لان احنا مش كاتبين حاجة، احنا كاتبين مجرد تاج بس. احنا لو رحنا لو دوسنا كليك يمين ونزلنا تحت عند view page source، هنلاقيه ان احنا كتبنا هنا اول سطر كود بالنسبة لنا ان هو خلاص ارى ال HTML دي. تاني تاج هنكتبه هو الهيد، الهيد. وزي ما احنا شايفين ان الهيد بتتكتب برضو نفس الطريقة، القوسين دول قوسين معكوفين وبينهم كلمة هيد وسلاش وبعد كده كلمة هيد وبعد كده بنقفل التاج، تمام. الهيد دي وظيفتها ايه؟ الهيد دي وظيفتها انها بتكتب جواها كل حاجة بتوصف الصفحة بتاعتك. يعني ايه بتوصف الصفحة بتاعتك؟ يعني مثلا لو رحنا للبراوزر هنلاقي ان التايتل بتاع الصفحة دي اسمه index.html. ده جابه منين؟ جابه انه خد الديفولت بتاع اسم الفايل بتاعك. طب انا ممكن اغيره عادي جدا، بغيره من الهيد، من معلومات الهيد اللي انا بضيفها جوه الهيد، تمام. فباختصار الهيد بضيف جواها اي محتوى بيوصف الصفحة بتاعتي اللي انا فاتحها. فهنكتب سطر جديد وهو تايتل. تايتل لو انت تلاحظ ان التاجز بتاعتي كلماتها حقيقية، يعني التايتل والهيد والHTML كلها تاجز سهلة ما فيهاش اي معضلة ان انت تفهمها وكلها شرحة نفسها. فالتايتل هي التايتل بتاع الصفحة بتاعتي. التايتل ده هيظهر فين؟ هيظهر لو فتحت البراوزر هتلاقي التايتل هو index.html. باي ديفولت لو انا حطيته فاضي هو هياخد الديفولت بتاع اسم الفايل اللي انا فيه حاليا، انما لو انا عايز اغيره هروح على الكود واكتب مثلا كلمة هوم او هوم بيج وادوس كنترول اس عشان اسيف واروح للبراوزر، هلاقي التايتل بتاعي اتغير بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده، تمام. طيب يبقى انا كده عرفت ان الفايل بتاعي بيتكون من مجموعة تاجز، والتاجز دي بتشرح للبراوزر يعمل ايه، مجموعة خطوات او ستيبس كده بتقول للبراوزر انا لما اكتب لك دي اعمل لي الحاجة الفلانية. احنا عملنا الهيد بتاع الصفحة ناقص البادي بتاعها، فهنكتب ايه؟ كلمة بادي. فهنا البراوزر هيترجم لي ان اي حاجة هتتكتب من هنا هتتقري انها بادي للصفحة بتاعتي، يعني هتظهر في الصفحة مش هتظهر في معلومات الصفحة. يبقى تاني الهيد الحاجات اللي بتشرح محتوى الصفحة، البادي هي محتوى الصفحة نفسه. هنكتب مثلا هيدر وليكن H1 كمثال، ونكتب مثلا هيدر 1، تمام، ونسيف ونروح للبراوزر، هنلاقيه ظهر معانا في الصفحة هيدر 1 اللي احنا كتبناها في الكود. عرفنا ان البراوزر قدر يترجم الكود بتاعنا ان هو انا عايزه يظهر في البادي بتاع الصفحة. احنا عايزين نعرف حاجة مهمة جدا جدا جدا، الا وهي ايه الفرق ما بين الاليمنت والاتريبيوت. طيب ايه الاليمنت ده؟ الاليمنت هو كل تاج بيتكريت خلال الصفحة، بمعنى ان الهيدر اللي احنا كريتناه هنا وكتبنا هيدر 1 ده يعتبر اليمنت، تمام. طب ايه الاتريبيوت ده؟ الاتريبيوت هو خصائص الاليمنت ده، بمعنى ان انا لو مثلا عايز ادي لون مختلف للهيدر ده فانا بديله خاصيه جديده اسمها ستايل، هنفهمها واشرحها بالتفصيل، لكن انا بشرح لك ايه الاليمنت ده. ونديله لون مثلا وليكن بلو، تمام، ونسيف ونروح للبراوزر، هنلاقي ان الهيدر بتاعنا اتغير لونه بالشكل اللي انا شايفه ده، جميل. يبقى ده الفرق ما بين الهيدر كاليمنت والاتريبيوت بتاعته اللي انا بضيفها له. طب ايه الاتريبيوت التانية اللي انا ممكن اضيفها؟ ممكن اضيف حاجة تانية اسمها كلاس. كلاس
واكتب اسم الكلاس وليكن اسمه كود بوكس، تمام، وسيف. ايه الكلاس ده؟ الكلاس ده هو حاجة برضو هناخدها بعدين بتساعدنا ان احنا نعمل سيلكت على الهيدر ده او الاليمنت ده. جميل. ممكن نعمل كمان اتريبيوت تاني، تايتل. ممكن اديله تايتل. طب ايه التايتل ده؟ مثلا هيدر تايتل. التايتل ده ان انا لما اعمل هوفر او اقف على الاليمنت ده هيظهر لي بوكس كده بيشرح لي ايه التايتل ده او التايتل ده بيعمل ايه. جميل. يبقى انا عرفت ان ال H1 ده هو عبارة عن element وجواها مجموعة من الخصائص اللي بتوصف ال element ده. جميل. ممكن نمسح ال attribute ده ونسيف. هنلاقي كل حاجة رجع زي ما كانت. لازم برضو تعرف ان ال header عندي في ال HTML بيبقى فيه منه 6 انواع. ال header ده بيبقى عبارة عن احجام، كل ما زدنا الحجم بيقل. جميل. يبقى هيدر 1 ده هو اكبر حاجة او اكبر حجم في الهيدرز. تمام. لو انا عايز الحجم اللي بعده على طول بكتب H2 هيدر 2، هلاقي ان هو الحجم قل شوية. جميل. ادوس هنا H3 و H4 و H5 و H6 ونسيب ونروح للبراوزر. هنلاقيه ظهر معانا بالشكل ده، 6 احجام للهيدر. ده ثابتين معايا، بقدر اتحكم فيهم طبعا، واقدر اتحكم في الحجم بتاعهم عن طريق الستايل اللي انا اضيفه بعد كده، لكن انا بقول لك على الديفولت 6 احجام للهيدر موجودين عندي في ال HTML. جميل. دلوقتي انا كريت كود وعايز اكتب كومنت لنفسي اشرح الكود ده بتاعي، عشان انا وسبت الكود شهرين او ثلاثة ارجع الاقي حاجة بتشرح الكود ده بيعمل ايه، او اشرح لنفسي او للي هيشتغل بعد. لو انا هشتغل في تيم فانا محتاج اسيب له علامة ان الكود ده بيعمل ايه. ففي حاجة عندنا اسمها الكومنت. الكومنت دي بتتكتب ازاي؟ بتتكتب تاج علامة تعجب شرطتين شرطتين وقفل القوس، واكتب اي حاجة انا عايز اكتبها هنا وليكن هيدرز عشان اوضح لنفسي ان ده الهيدرز، وسيب. تتوقع ايه اللي هيظهر في البراوزر؟ ايه البراوزر هيفهمه؟ البراوزر هيفهم في التاجز هنا ان انا مش عايز الكود ده يظهر، مش عايزه يعمل حاجة، انا عايزه بس مجرد ان انا اسيبه لنفسي في جوه الكود عشان افهم بعد كده الكود ده بيعمل ايه. دليل ان هو البراوزر قراه فعلا بس ما عملش حاجه. لو انا رحت للسورس بتاع الكود ودوست ريفرش هلاقي ان الكود ده موجود فعلا لكن مش ظاهر عندي في الصفحه. ده بالنسبه للهيدر اللي ممكن اضيفه للصفحه. ممكن اضيفه كعنوان او اضيفه كبدايه موضوع، انما لو انا عايز اضيف موضوع طويل او باراجراف طويل مش هكتبه في الهيد، هكتبه في باراجراف. في عندنا تاج خاص بالباراجراف هنكتب بي، وعشان نكتب باراجراف طويل نكتب اي كلمات جوه التاج، ولكن انا هنا في خاصية في الفيجوال ستوديو كود هنكتب لوريم او اللي هو هيطلع لك لوريم. هتدوس على تاب هيعمل لك جنريت لتكست طويل بحيث ان احنا عايزين نجرب بس البودي بتاع الباراجراف هيبقى عامل ازاي. نسيب ونروح للبراوزر نعمل ريفريش هنلاقيه ظهر معانا بالشكل ده. ده بالنسبه للباراجراف. نروح لحاجه مهمه جدا جدا وهي الانكور او اللينك. ازاي اضيف اللينك في الموقع بتاعي؟ من خلال التاج انكر ايه، واضيف العنوان اللي انا عايزه جوه التاج وليكن read more مثلا على اساس ان في باراجراف قبليها read more و3 نقط. طيب
انا عايز شخص، خلينا بس نعمل ريفريش ونروح للبراوزر، هنلاقيه هنا ظهر معايا ولكن ما ظهرش كلينك. ليه؟ علشان انا ما حطيتلوش عنوان يروح عليه. لما ادوس كليك هنا يروح عليه، المفروض اضيف له عنوان معين. طيب اضيف له عنوان معين ازاي؟ من خلال اتريبيوت اسمه href، واكتب له اي عنوان ممكن يروح عليه، زي https، واكتب له مثلا google.com. انا عايز لما يدوس على الزرار يروح على google.com، يدوس على اللينك ده. نعمل ريفريش، هلاقيه ظهر معايا كشكل لينك زي ما انتم شايفين. لو دوست عليه هيوديني على جوجل. طيب في خصائص تانية ممكن اضيفها للانكور؟ اه طبعا، في ان انا اضيف له تايتل زي ما انا شرحت قبل كده، ان التايتل هو بوكس كده بشرح فيه اللينك ده عبارة عن ايه. ممكن اضيف له كمان حاجة مهمة جدا، وهي التارجت. التارجت لو كتبنا هنا تارجت، التارجت ده انواع ان انا لما ادوس على اللينك يعمل ايه. يعني هنا مثلا انا لما دوست على اللينك فتح لي اللينك في نفس الصفحة، فقفل لي الصفحة اللي انا فيها. طب انا مش عايز كده، انا عايز افتح كتابة تانية. منتهى البساطة هروح اكتب له تارجت بلانك. طيب ايه الديفولت او ايه الافتراضي؟ الافتراضي اللي هو سيلف، اللي هو على الصفحة اللي هو واقف فيها، فهو ده الافتراضي. يعني انا لو كتبت كده هلاقي نفس الاكشن اللي عملها من غير ما احط تارجت اصلا. عشان نتأكد نروح نشوف، نعمل ريفريش، هنلاقي نفس الاكشن اللي خده هو اللي انا ما حطيتش تارجت فيه. طيب لو انا جيت عملتها بدل سيلف عملتها بلانك وسيفت ورحت للبراوزر وعملت ريفريش ودوست على اللينك، هيفتح لي التاب، لكن هيفتح لي اللينك لكن في تابة تانية. تمام، وهيسيب لي التابة زي ما هي. طيب نفترض ان انا عايز افتح لينك فعلا، ولكن لينك خاص بالموقع بتاعي، يعني مش عايز افتح لينك خارجي. بمنتهى البساطة انا هكريت صفحة تانية، ممكن اكوبير دي واسميها about، اعمل رنيم ليها about، و اكتب عليها صفحة ال about page، وبس حاجة تعرفني ان هي صفحة ال about. ممكن نعمل لها header 1 about، و ممكن اشيل الباراجراف ده واقول له جو هوم مثلا في اللينك اللي يرجعني تاني للهوم، جو هوم. طيب انا هنا هضيف الصفحة الداخلية للموقع ازاي؟ منتهى البساطة انا هقول له والله انت هتروح على index.html، وهنا هقول له انت هتروح على صفحة الابوت، ونسيف، نروح للبراوزر، نعمل ريفريش، هلاقيه فتح لي الريد مور لكن فتح لي في تابة تانية لان انا عامل تارجت بلانك. تعالى نحذف التارجت بلانك، تعالى نحذف التارجت بلانك كده عشان يخليها الديفولت بتاعها اللي هي سيلف، ونسيف. ممكن برضو نروح لصفحة الاباوت نشيل التارجت ونسيف، نروح للبراوزر، نعمل ريفريش، read more، صفحة الأباوت، go home، روح للهوم. منتهى البساطة هناخد حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي الايمج. الايمج لو انا عايز اضيف صورة جوه الموقع بتاعي، تمام، هضيفها ازاي؟ بتاج اسمها ايمج، بس دي القفلة بتاعتها مختلفة شوية. بمعنى ان انا بمجرد ما اعمل سلاش واقفل القوس، انا مش محتاج اكتب قفلة الايمج بالطريقة اللي هي كده اللي احنا متعودين عليها، اللي هي سلاش اسم الايمج اسم التاجة. لا، هو كده غلط. قفلة الايمج بتتقفل عادية، بحطها في نفس التاجة سلاش واقفل القوس عادي جدا. طيب انا لو عملت كده وسيفت،
مش هلاقي حاجه ظهرت لي، لان انا ما حطيتش سورس ليها، ما حطيتش مسار الصوره اللي انا عايزها تظهر. تمام، لو انا سيفت مش هلاقي حاجه ظهرت زي ما انتم شايفين كده. طيب لو انا عايز صوره تظهر، انا بحط المسار بتاع الصوره او اللينك بتاع الصوره. ازاي احط لينك الايمج او المسار بتاع الصوره داخل التاج بتاعتي؟ منتهى البساطه، انا بكتب اختصار لسورس، لكلمه سورس src، و بقول له ايكوال واحط اللينك بتاع الصوره وسيف، واروح للبراوزر عشان اشوف هلاقي ظهر معايا الصوره زي ما انتم شايفين كده. جميل. طيب نفترض ان انا غلطت مثلا في الصوره، مثلا نحذف الجي ده، هلاقي الصوره وقعت، يعني عملت الصوره كده مش ظاهره. طيب انا عايز اعرف ان الصوره دي بتاعت ايه، يعني انا هنا كتبت اللينك غلط او مسار الصوره غلط، فما ظهرتش ضرب معايا بالشكل ده. تمام، فعايز اشوف حاجه توضح لي ايه الصوره دي. فلو عملنا كنترول زد، هنكتب اتريبيوت تاني اسمه الت، ونكتب مثلا image 1 ونسيف، ونروح للبراوزر هلاقيها مش ظاهره معايا، لان الصوره المسار بتاعها صح. طب تعالى بقى نرجعها، المسار بتاعها غلط، ونسيف، و هنلاقيه ظهر معانا الالت اللي احنا حطيناه بيشرح بس الصوره دي بتاعت ايه. طيب ده لو لينك خارجي، لو لينك صوره خارجي. طب انا الطبيعي ان انا يبقى عندي صور خاص بالموقع مش على موقع خارجي، فهعمل هنا فولدر جديد اسمه ايمج، الفولدر ده هنزل فيه الصوره دي، هعمل سيف وسيبها داخل الايمج. تمام، انا كده سيفت الصوره، المسار ده فيه الصوره. منتهى البساطه، بدل ما اكتب المسار بتاع الصوره زي ما انا حاططها كده، انا اكتب المسار بتاعي داخل الموقع بتاعي. طب بكتبه ازاي؟ بقول له دوت دوت عشان يبدا من المسار اللي انا فيه حاليا، سلاش فولدر الايمج، وبعدين اسم الصوره. نسيب ونروح للبراوزر نشوف حاجه اتغيرت ولا نعمل ريفريش، هنلاقي مفيش حاجه اتغيرت زي ما هي، لان نفس الصوره. طيب في حاجه بس حابب اوضحها قبل ما ننهي الجزئيه دي. انتوا شايفين اللينك والصوره تحت بعض، ولو هي صوره صغيره شويه كانت هتبقى جنبها. طيب انا عايز افصل ما بينهم، او عايز اخلي في مسافه ما بينهم، او عايز الصوره دي تبدا في لاين جديد. منتهى البساطة، اروح اعمل حاجة اسمها بي ار، بي ار تمام، وملهاش قفل التاج، هي بي ار، واروح للبراوزر هلاقي ان فعلا ان الصورة، لو الصورة صغيرة شوية، يعني تعالى نصغر مساحة الصورة، نقول له ويدث مثلا 40 بكسل، والهايت بتاعها 40 بكسل، نسيب هنشوف، هنلاقي ان البي ار هو اللي عمل ان الصورة تبقى تحت قوي كده. طيب انا لو شلت البي ار هلاقي ان الصورة جت جنب اللينك. تعال نشيلها نجرب، نعمل ريفريش، هنلاقي الصورة جنب اللينك. يبقى البي ار هي اللي خلت الصورة في لاين جديد اهي. نعمل ريفريش، هلاقي ان الصوره ظهرت معايا بالشكل ده. هناخد بعد كده اليمنت مهم جدا، وهو الاوديو. الاوديو هنعمل بي ار هنا، الاوديو بيتكتب برضو بنفس الطريقه، اوديو تاج، ونقفل التاج هنلاقيه قفل معانا بالشكل ده، زي ما عملنا في الايمج، ان احنا هنا ادينا له سورس. فاحنا محتاجين هنا ندي للاوديو سورس، نقول له السورس بتاعك بتاع الاوديو هتلاقيه محطوط في المكان ده. فانا هنا كريت زي ما انتم شايفين فولدر جديد اسمه سورس، حطيت فيه اوديو بالشكل ده. فانا هنا هروح للاوديو، هكتب جوه التاج
سورس، السورس ده هياخد اس ار سي زي الايمج، ونكتب المسار بتاع الصوت دوت، وبعدين اسم الفولدر اللي اسمه اس ار او اس ار سي، ونكتب اسم الفايل. تمام، في هنا خاصية تانية ممكن نكتبها وهي التايب. انا هقول له ملف اللي انا حاطه هنا، ملف الاوديو، التايب بتاعه اوديو سلاش المسار بتاع الاوديو عشان يقراه بالشكل ده. جميل. طيب نفترض ان هو راح للمسار ده ملقهوش. جميل، يبقى جرب تروح تشوف نفس السورس لكن اسم فايل تاني، وليكن اسمه mp3، وهنا mp3. يبقى هنا هيروح لاول سورس، لا خير وبركه، ملقهوش، هيروح للسورس التاني. طب نفترض انه ملقهوش، يبقى هنا هيطلع له رساله يقول له your browser does not support audio files. جميل جميل. طب لو انا سيفت ورحت البراوزر هلاقي ان مفيش حاجة ظهرت. ده ليه؟ لان هنا الاوديو بياخد مجموعة من الاتريبيوت اللي بتوضح لي الاوديو ده هنظهره على اي شكل. بمعنى ان انا لو دوست كنترول اس ورحت هنا للبراوزر وعملت ريفريش، هلاقي ان مفيش حاجة هنا ظهرت لي بالشكل اللي انا شايفه ده. ايه الاتريبيوت اللي انا لازم اضيفها هنا؟ كنترولز، تمام، عشان اقول له ان انا يظهر لي هنا الكنترولز بتاعتي بالشكل اللي انا عايزه. ممكن ادي له كنترول ايكوال ترو، بس هنا لو انا كتبت كنترول بس وسيفت ورحت للبراوزر هلاقي ان الساوند ظهر معايا بالشكل ده. انا ممكن اضيف تاج جديد برضو اسمه اتش ار مع البي ار. اتش ار ده عبارة عن خط بيفصل لي بين الاليمنت والتاني، خط كده بيفصل لي بين الاليمنت والتاني. ده عشان اوضح لما انا بفتح هنا الكنترول اللي انا حطيته وظيفته ان يظهر لي مجموعة الكنترول اللي انا شايفها دي، اللي هي بلاي، المدى بتاع الساوند، الصوت، الخصائص التانية اللي انا ممكن اضيفها. طبعا في مجموعة من الخصائص تانية ممكن اضيفها زي الاوتو بلاي. اوتو بلاي ان انا ممكن اخلي الساوند ده يشتغل لوحده. في هنا ميوتد، لو انا عايز اعمله ميوتد صامت، اوتو بلاي ده عشان يشتغل لوحده. ممكن اعمل له لوبينج اللي هو يفضل شغال لما يخلص يفضل يشتغل. ده منتهى الاختصار، ده الاوديو. الفيديو زيه بالظبط، بضيف برضو بنفس الخصائص، اضيف تاج اسمه فيديو واضيف جواه برضو سورس، وجوه السورس ده اديله السورس بتاعي. بس انا هنا عشان ما عنديش فيديو مش هكتبه هنا، مش هكتب التاج هنا، بس هي نفس القصايص بنفس الاتريبيوت اللي ممكن اكتبها هنا، هيظهر معايا الفيديو بمنتهى الوضوح. اتمنى يكون الفيديو واضح والاوديو والفيديو يكونوا واضحين بالنسبة لكم. هننتقل بقى لحاجة مهمة جدا 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 من ال HTML، وهي التكست فورمات. التكست فورمات هي مجموعة من الاليمنت اللي بتخلي التكست بتاعي يتطبق عليه خصائص معينة. بمعنى ان انا عايز مثلا عايز كلمة لوريم دي تتكتب بشكل بولد بس عن باقي الجملة، بحط لها تاج جديدة اللي هي بي، بحط اللوريم جوه التاج ده. جميل، ولو سيفت رحت للبراوزر هلاقي ان التكست اللي اسمه لوريم ده ظاهر بشكل بولد عن باقي التكست.
انا عايز كلمة ابسم دي مثلا تبان بشكل ايتاليك، ايتاليك اللي هي مايل شوية. جميل، فهروح هنا للكود اكتب قوس اي واحط جوه التاج ده كلمة ابسم وسيب واروح للبراوزر، هلاقي ان الكلمة دي ظهرت ايتاليك. لو انا عايز مثلا اظهر الكلمة دي بحجم اكبر شوية، مش بولد لكن حجم اكبر شوية، هروح للكود واكتب هنا بيج، تمام، واروح هنا للبراوزر، هلاقي ان الكلمة دي ظهرت بحجم اكبر شوية عن باقي الباراجراف. لو انا العكس عايزة سمول، فبكتب كلمة سمول، هلاقي ان مجموعة الكلمات اللي انا كتبتها دي ظهرت بحجم اصغر شوية. هنروح للبراوزر، هلاقي انها ظهرت بحجم اصغر شوية. لو انا عايز اظهر التكست مثلا كأنها متعلم عليها بماركر، فاكتب التاج مارك واكتب مثلا اخد الكلمة دي والكلمتين دول ماخدهم كات كده واسيف، الاقي ان الكلمة دي اتعلمت عليها بالماركر. لو انا عايز مثلا ابين الكلمة دي انها ممسوحة، فهستخدم التاج اللي اسمه ديل اللي هو اختصار ديليت، هروح للكود اكتب التاج ديل، تمام، واخد الكلمة دي مثلا واروح للبراوزر، هلاقي ان بانت كأنها ممسوحة كده. طبعا في حاجات تانية زي الصب، اللي هي ان انا لو عايز اظهر الكلمة فوق، يعني مثلا عايز اظهر الكلمة دي فوق دي زي انها قص مثلا، او عايز اظهرها انها تحت زي تكعيب مثلا، ايا كان اقدر اعملها بالتكست فورمات. في تاجات معينة للكلام ده، لو جينا شفناها مثلا في الكود هنكتب هنا تاج اسمه سوب اللي هي، تمام، وناخد التاج، ناخد الكلمة دي نسيف، هنلاقي الكلمة دي طلعت فوق الكلمة دي على انها واخدة كانها سوبر، تمام. طيب لو انا عايزها الصب ان هي الكلمة دي مثلا تظهر تحت بمنتهى البساطة، او خلينا في نفس الكلمة بدل ما نكتب طبعا نكتب صب ونسيف، نروح للبراوزر هنلاقي الكلمة دي نزلت تحت. باختصار ده تكست فورمات، اتمنى تكون سهل وبسيط. مجموعة تاجات كده بتتحكم في التكست او فورمات بتاع اي باراجراف او اي تكست عامة ظاهر عندي في ال HTML. ناخد الاليمنت اللي بعد كده وهو الليست. الليست من الحاجات المهمة جدا 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 داخل ال HTML. في ثلاث انواع للليست، هي نكتب هنا كومنت، ال ordered list و unordered list و ال description list. هنفهم التلاتة وهنفهم الفرق ما بينهم. نبدأ بال ordered list و هنكتب التاج OL اختصار الاوردرد ليست. جوه ال OL الليست نفسها ال I، ونكتب التكست اللي احنا عايزينه وليكن first element وهكذا، second وهكذا الثالث. تمام، ونسيب ونروح للبراوزر نعمل ريفرش، هنلاقي تحت ظهر لنا الليست بالطريقة دي عشان هي اوردر
فظهر مترقمه زي ما انتم شايفين. طيب الان اوردرد ليست هي هي بالظبط، لكن ما فيهاش الترقيم اللي انتم شايفينه دلوقتي. عشان نجربها نروح للكود، نكتب تحت الان اوردرد ليست، هنكتب تاج يو ال اختصار الان اوردرد ليست، ونكتب الليست نفسها، نكتب ال 1 2 3. تمام، سيف. نروح للبراوزر، هنلاقي ان هنا ظهر لنا الليست بالطريقه اللي احنا شايفينها، بس مش مترتبه او مش مترقمه، عشان كده هي ان اوردرد ليست. تمام. طيب الديسكريبشن ليست بمنتهى البساطه هنكتب برضو تاج دي ال لاختصار ل ديسكريبشن ليست. لكن هنا بقى الفرق ان احنا مش هنكتب الليست على طول، هنكتب حاجه اسمها دي تي اللي هي ديسكريبشن تايتل، هنكتب تايتل 1، وهنكتب حاجه اسمها دي دي اللي هي ديسكريبشن ديتيل، اي ديتيل 1. تمام، ونكبير دي تاني ونكبير دي ونكبير دي كده زي ما انتم شايفين، ونكتب 2 وديتيل 2. لو سيبنا ورحنا للبراوزر هنلاقي ظهر لنا زي ما انتم شايفين كده التايتل والديتيل بتاعه، التايتل والديتيل بتاعه، عشان كده هي ديسكريبشن ليست. اتمنى يكون الليست مفهوم بكل انواعه، ونخش بعد كده على حاجه مهمه جدا 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 من ال HTML وهي التيبلز. نعمل هنا HR، هنشرح هنا حاجة مهمة جدا جدا في ال HTML وهي التيبلز. التيبلز حاجة مهمة جدا وهنستخدمها كتير في ال HTML لما نحاول نبلد حاجة، خصوصا لو هنبلد داشبورد او لوحة تحكم للادمن، فغالبا انت بتستخدم تيبل بشكل كبير. فحاجة من اللي لازم تكون فاهمها هي التيبل، لازم تكون فاهمها بشكل واضح جدا، لان انت استخداماتك ليها هتكون كتير جدا. فعشان نعمل تيبل، تمام، هنكريت نعمل هنا تيبل ونقفل التاج كده. انا قلت للبراوزر عندي ان انا هكريت تيبل، لو سيفت هروح للبراوزر مش هلاقي حاجة، لان انا مجرد قلت للبراوزر ان انا هكريت تيبل. اي تيبل في الدنيا بيتكون من اعمده وصفوف عشان يتكريت بالشكل اللي احنا متعودين عليه. فاحنا بالظبط هنكريت الصفوف والاعمده بتاعه التيبل هنا جوه التاجه بتاعه التيبل. ففي كذا طريقه عشان اكريت الرو، اكريت الاعمده بتاعه التيبل. في ان انا ممكن ادي للتيبل حاجه اسمها تي هيد، ان انا بقول ان التيبل ليه هيدر معين، الهيدر ده بيحتوي على رو وبيحتوي على كولوم، والرو فيها كذا حاجه. ممكن نعمل هنا اي دي مثلا، نعمل هنا نيم، نعمل هنا ايميل. فانا هنا قلت لل HTML ان انا هكريت تيبل بيحتوي على هيدر، هكتب هنا النيم والاي دي والنيم والايميل. لو انا رحت البراوزر هلاقي ظهر لي هنا الاي دي والنيم والايميل. جميل. زي ما انتم شايفين برضو للتيبل اكيد اكيد في حاجه اسمها تي بودي، زي ما في تي هيد في تي بودي، خلاص اتعودنا. اي حاجه ليها هيدر او ليها هيد لازم يكون ليها بودي. تمام. تي ار برضو نفس الفكره، و تي دي. طب ايه الفرق ما بين تي اتش وتي دي؟ التي اتش ده بيبقى حاجه تقيله بولد، يعني عشان تميز لي ان ده هيدر فتميز، فتي هيد ده بياخد القيمه بتاعته او الفونت سايز بتاعه ان هو بولد. تمام. فهنا ممكن نعمل
واحد عشان الاي دي واحد. النيم ممكن نسميه محمود، الايميل محمود@gmail.com. ممكن نعمل هنا، ممكن نكبر هنا الاي دي رقم 2، نخليه مثلا ركان، ونسيف ونروح للبراوزر. هلاقيه ظهر لي هنا التيبل بالشكل اللي انا شايفه ده، ان هو الاي دي هياخد 1 و2، والنيم محمود وركان، والايميل محمود وركان. فهنا بمنتهى البساطه ده التيبل. في حاجه قبل ما انهي الحته بتاعت التيبل، ان انا ممكن هنا اعمل حاجه اسمها تي فوتر. ده جديد بقى، انها زي ما يكون انه زي ما ليه تي هيد وتي بودي، في حاجه اسمها تي فوتر او الفوتر بتاع التيبل. لو انت عايز مثلا تعمل فوتر للتيبل اللي هو تي ار، نعمل له تي اتش برضو ونكبره 3 مرات. الاي دي نيم ايميل، نسيف ونروح، هنلاقي ظهر لي تي فوتر بالشكل اللي انا عملته هنا. طيب في مجموعة من الخصائص للتيبل، لكن احنا ما تهمناش دلوقتي الخصائص، لان احنا اغلبية الخصائص اللي احنا هنكريتها للتيبل هنقدر نتحكم في الستايل بتاع التيبل. والستايل ده هو غالبا بيتم التحكم من خلال الستايل او ملف الستايل الخاص بالموقع الخاص بالسي اس اس اللي احنا هنقدم له كورس بعد كده. فملهاش اي داعي ان احنا نذكر هنا الاتريبيوت بتاع التيبل. نيجي هنا لنقطة مهمة جدا وهي الستايل. ازاي نربط الستايل بتاعنا داخل الموقع، وايه انواعه، انواع الربط بالستايل. فتعالوا نبدأ نشوف كده ايه انواع الستايل. اولا انت عندك 3 انواع للستايل داخل ال HTML. اول نوع ال inner element style. ايه الكلام الكبير ده؟ منتهى البساطة الستايل اللي بيتم اضافته للإلمنت نفسه جوه الإلمنت نفسه من الكود. بمعنى انا هنا لو رحت مثلا سي عملت هنا HR وعملت هنا بي وليكن this for test وسيفت ورحت للبراوزر، هلاقيه هنا ظهر معايا بشكل عادي جدا جدا this element او this for test. جميل جميل. نروح للكود نديله inner style جوه الاليمنت نفسه، هندي اتريبيوت اسمه ستايل. جوه الستايل ده هقول له color، الكولر بتاعي انا عايزه والله ريد مثلا. جميل، ونسيب ونروح للبراوزر، هلاقيه غير لي الكولر بتاع الاليمنت. طيب انا ممكن اضيف اكتر من ستايل في الانر ستايل، يعني افصل ما بينهم بالسيمي كولون، اي السيمي كولون اهي، ونكتب مثلا فونت سايز. طبعا احنا ما يهمناش الكود بتاع السي اس اس لان هو هيبقى ليه كورس لوحده، لكن انا هنا ممكن اتحكم اكتب هنا ستايل جوه الاليمنت. انا كل اللي محتاجك تعرفه دلوقتي ان احنا ممكن نكتب ستايل جوه الاليمنت نفسه. فلو كتبنا فونت سايز وادينا له رقم وليكن 20 بكسل وسيبنا ورحنا للليمت، هلاقيه واخد انر ستايل. طب جميل جدا، يبقى انا عرفت ان الانر ستايل هي الستايل اللي جوه تاج. في نوع تاني من الستايل وهو الانر بيج ستايل. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اكتب في الهيد كده كلمه ستايل، تمام، واقول له والله انت عندك البي، انا مش عايز كل البي اللي عندي، فانا هدي هميز البي هنا بي وادي لها كلاس وليكن بي تيست، تمام. فانا قلت كتبت اتريبيوت اسمه كلاس جواه البي داش تيست، واكتب هنا تيست 2، تمام تمام، واخد هنا الكلاس اللي انا كتبته وجوه الستايل هكتب دوت واسم الكلاس
واديله الستايل اللي انا عايزه وليكن color blue. جميل. طيب انت ما يهمكش انا عملت ايه دوت بي تيست جي والكلاس وازاي بستدعي الكلاس، كل ده كود ستايل سي اس اس هيتم شرحه في الكورس الخاص بسي اس اس، لكن انا عايزك تعرف فكرة الانر بيج ستايل، ده اللي انا محتاجك تعرفه دلوقتي. فانا اديته ستايل بلو، لو انا رحت هلاقي الستايل ده زي ما انتم شايفين. طيب انا لو اديت هنا الاليمنت ستايل ريد هنا انر ستايل واديته برضو واديته انر بيج ستايل، تفتكر هيسمع لمين او هيسمع اوامر مين؟ ما انا هنا مديله كلاس والكلاس بيسمع ان هو كلر بلو، وكتبت هنا انر ستايل ريد، فهيسمع لاني لو احنا رحنا البراوزر هلاقيه سمع للانر ستايل. الانر ستايل طبعا بيبقى ليها الاولويه على اي نوع ربط من الستايل، بيبقى ليها اولويه على الاكسترنال فايل ستايل اللي احنا هناخده بعد كده، بيبقى ليها اولويه على الانر بيج ستايل. جميل جميل. يبقى انا كده عرفت الربط الستايل الاثنين، يبقى ناقصنا ان احنا نعرف التالت. التالت وده هو الاصح اللي بيتم استخدامه عاده في الكود، ان انت هنا بتعمل فايل اسمه سي اس اس وبتم استدعائه في الفايل، وكل التعديلات الخاصه بالسي اس اس بتكون في الفايل ده. فاحنا لو عملنا فولدر اسمه سي اس اس وجوه السي اس اس اللي احنا كريتناه هنكريت فايل اسمه ستايل دوت سي اس اس، وكتبنا مثلا بي داش تيست 2 نعمل له سيلكت هنا تمام، نديله color مثلا براون ونسيف. ازاي هنقول للصفحة عندي ان انت اقري الستايل ده؟ بمنتهى البساطة في حاجة اسمها لينك، لينك في تاج اسمها لينك بتتحط في الهيدر دي، بتاخد اتريبيوت اسمه ريل، بكتب له هنا نوع الستايل ستايل شيت، واكتب له الاتش ريف بتاعي انا عايزك تقرا منين. طيب انا المفروض ان انا هقف على الفايل سلاش سي اس اس اسم الستايل، انا كده قلت للصفحه عندي اقري الملف ده. طيب هيتبقى ان احنا نعمل التاجه الخاصه بالستايل اللي احنا هنسلكته، وهندي له كلاس اسمه بي تيست 2 احنا مسمينه كده غالبا، و تيست 3 لو احنا رحنا للستايل عشان نتاكد ان اسم الكلاس مطابق. فعلا اسم الكلاس مطابق، لو عملنا ريفرش ورحنا للبراوزر هنلاقي ان هو واخد الستايل فعلا تكست براون. عشان نتاكد ممكن نكبر الفونت سايز شويه عشان نلاحظ ان هو بيسمع اي تعديلات داخل الملف ده. نديله مثلا 40 بكسل نخليه واضح شويه، نعمل ريفرش هنلاقي ان التكست كبر بالشكل ده. كده دي التلات انواع لربط الستايل داخل الصفحه بتاعتي داخل ال HTML. زي ما قلنا الهيكله الرئيسيه بتاعه اي موقع هي ال HTML، انما الديزاين الداخلي للموقع نفسه هو الستايل، انما الاوامر اللي بتخلي الويب سايت بتاعي اكثر ديناميكيه هي هو الجزء الخاص باللوجيك والحاجات اللي احنا ممكن نتعامل بيها بالويب سايت، ده خاص بالجافا سكريبت. هنشرح بعد كده الاسبان والديف، عشان نشوف الفرق ما بين الديف والاسبان هنكريت هنا حاجه اسمها ديف، والديف ده هو بيبقى محتوى او كونتينر بيلم التاجات جواه. بمعنى انا هنا عملت ديف هعمل جوه الديف ده بي تاج باراجراف واكتب لوريم عشان يعمل لي باراجراف بالشكل ده. لو انا رحت للبراوزر هلاقي ان يعني مفيش حاجه اتغيرت، هو باراجراف عادي جدا انما هو ملموم بديف. طيب ايه فايده الديف ده؟ الديف ده هو كونتينر زي ما قلت ان هو بيلم التاجات جواه، انا ممكن اعمل كذا تاج جواه. بمعنى ممكن اروح للكود اكتب هنا اتش 1 واكتب هنا تايتل فور تيست
وسايب اروح للبراوزر واعمل ريفريش هلاقيه ظهر بالشكل ده. طيب ايه فايده برضو الكونتينر؟ طيب انا هنا لو اديته كلاس بس مش هديله كلاس بقى، هديله اتريبيوت تاني اسمه اي دي ده مثلا هسميه ديف داش تيست، واخد الاي دي ده جوه ملف السي اس اس اللي احنا كريتناه واكتب له سيلكت الاي دي ده واقول له اعمل عشان نشوف بوردر 1 بيكسل سوليد مثلا دي دي. ومهمكش من الكود الستايل اللي انا كاتبه، كل ده هيتشرح ان شاء الله في كورس السي اس اس، لكن انا هنا عايزك تعرف ان انا ايه هو الديف. جميل. ممكن كمان نديله باك جراوند، ممكن نديله دي دي او بلاش دي دي عشان نفرقه عن البوردر، نخليه اغمق شويه ونسيف ونروح للبراوزر نعمل ريفرش. هنلاقي هنا ان هو الكونتينر نفسه واخد الستايل اللي انا عملته، مش البي نفسها ولا التاج نفسها، يبقى هو الكونتينر نفسه. بدليل ان انا لو عايز اغير الستايل بتاع البي والاتش 1 بس اللي جوه الكونتينر ده، بمنتهى البساطه انا هعمل هنا كولر. انا عايز كل الاليمنت اللي جوه الديف تاخد كولر ريد مثلا، ونسيب نروح للبراوزر اهو اتغير زي ما انتم شايفين الكونتينر نفسه. طيب ايه السبان؟ السبان زي الديف بالظبط لكن على التكست. بمعنى انا هنا لو رحت للكود وعملت مثلا الوريم ده، عملت جوه التاج اللي اسمها بي، خدت مثلا الجملة دي جميل، وعملت هنا التاج، مفيش حاجة هتتغير، مفيش حاجة هتتغير في البراوزر اهي زي ما هي. لكن انا هنا لو هتحكم في الستايل بتاع الاسبان، هقدر اتحكم بس في التكست اللي انا حطيته جوه الاسبان ده. تعالوا نشوف، هنروح للملف الستايل جميل، ونقول له والله انت عندك ديف تيست جواه اسبان، خلي لي الكلر بتاعه بلو. نسيب نروح للبراوزر اهو، غير لي التكست اللي جوه الاسبان بس بالستايل اللي انا حطيته كده. انا اقدر اتحكم في التكست بس اللي انا حطيته جوه الاسبان، واقدر اعمل عليه تعديلات. ده باختصار الفرق ما بين الديف والاسبان. ندخل بقى في حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي الفورمز. يعني ايه فورمز؟ الفورمز عندي في الويب سايت او ويب ديفلوبمنت ليها كذا شكل. في شكل انا بسبميت داتا عن طريق البراوزر، انا هنا انا ممكن اعمل كده، ببعت داتا عن طريق البراوزر، عن طريق ان انا اكتب اي داتا اي بيانات، فانا كده انا بسبميت داتا، فالداتا بتجيلي. جميل. دي اسمها جيت، لان انا باكيت داتا او بكتب في البراوزر عشان احصل على نتيجه. في نوع تاني البوست، انا ببوست داتا، بسجل داتا جوه السيرفر، عشان انا لو هسجلها بمحتوى معين في داتابيز اللي هنجلها بعد كده لازم ابوست داتا. جميل. فانا ببعت داتا للسيرفر، ما بظهرهاش هنا، انا ببعتها للسيرفر، فده نوعه بوست. فالريكوست عندي نوعين، جيت وبوست. في اكتر من كده طبعا، في انواع تانية زي البوت والديليت وهكذا، لكن خلينا نركز على الاثنين دول. ايه برضو انا استفدت ايه؟ الفورم انا بقول للبراوزر عندي ان انا هسجل بيانات من نوع جيت او بوست، انا عايزك تتعامل معاها على الطريقة دي. لو انا عملت تاج اسمها فورم هيظهر لي حاجتين، جيت وبوست. اول حاجة ناخد الجيت، وبتاخد تو اتريبيوت. تو اتريبيوت، اول اتريبيوت اسمه الميثود، الميثود ده اللي بياخد نوع الريكوست اللي عندي، جيت او بوست. جميل. جيت هنا او بوست كده. خلينا نبدا بالجيت. الاكشن هو عايز، انت عايز الاكشن تتم في اي صفحه؟ انا عايز الاكشن والله تتم على صفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال.
جميل جميل. طيب انا لو عملت ريفريش ايه هيتغير؟ مفيش حاجه هتتغير، مفيش حاجه هتظهر، لان اوريدي انا فتحت فورم، بس الفورم دي مفيهاش داتا، مفيهاش داتا اتبعت. جميل. طيب في هنا ممكن نكتب جوه الفورم حاجه اسمها ليبل. قبل الليبل ممكن نعملها في ديف. الديف ده بيحتوي على ليبل وبيحتوي على انبوت. انبوت الانبوت ده في منه انواع، في نوع تكست عادي، في نوع ايميل، في نوع كولر، في نوع ديت. هنمسكهم واحده واحده وهنشرح بالتفصيل. هنبدا بالتكست وهو الاشهر، تكست، وبيبقى جواه كذا اتريبيوت. اول اتريبيوت اللي هو تايب، التايب بتاع الانبوت ده، فانا التايب بتاعه التكست. طيب نيم، انا عايز ابعت داتا اسمها ايه، وليكن اسمها نيم. تمام، ممكن نحذف الاي دي ده دلوقتي. جميل. وممكن نديله قيمه مبدئيه، قيمه افتراضيه، قيمه افتراضيه وليكن هنا 1 2 3. طيب نفترض ان انا مش عايز اديله قيمه افتراضيه، عادي جدا هيبقى فاضي. طيب نفترض ان انا عايز، خلينا بس نسجل كده ونروح، هنلاقي ان في انبوت ظهر كمان عشان الدنيا توضح. ممكن نقول بي ار، الاقي ان هنا الانبوت بتاعي اللي انا ممكن اكتب فيه البيانات اللي انا عايزها. جميل جميل. طيب ممكن، طيب الليبل ده بتاع ايه؟ الليبل ده هو وصف الانبوت ده. جميل جميل. فاكرين الاي دي اللي انا مسحته؟ انا ممكن ارجعه واكتب عليه نيم، واكتب هنا فور النيم ده. جميل. واقول له هنا نيم، يبقى هنا انا بقول له الليبل ده فور النيم ده. جميل. واروح هلاقيه كتب لي النيم والانبوت بتاعي. جميل. طيب انا عايز اظهر جوه الانبوت حاجه برضو توضح لي الانبوت ده بتاع ايه. نفترض ان ده ما ظهرش لاي سبب من الاسباب، يبقى في بليس هولدر او في تكست يوضح لي ان الانبوت ده بيعمل ايه. بمنتهى البساطه هروح هنا هكتب له بليس هولدر نيم، او ممكن اكتب رايت يور نيم، اي تفاصيل انا محتاج اكتبها. اعمل ريفرش هلاقيه ظهر معانا بالشكل ده. طيب ده اول نوع عندي من انواع الانبوتس. لو انا كريت، لو انا خدت الديف ده كوبي وقلت له والله انت عندك برضو ايميل، وده فور ايميل، والاي دي بتاعك ايميل، لازم الاي دي يكون بنفس السبيلنج، بنفس الكابيتال والسمول، واقول له هنا النيم ايميل، وده نوعه ايميل مش تكست عادي، ورايت يور ايميل برضو عادي. سيف، روح للبراوزر، نروح للبراوزر نعمل ريفريش، هلاقيه ظهر معايا بالشكل اللي انا شايفه قدام. جميل. يبقى ده نوعه ايميل. لو جيت كتبت حاجه غير الايميل هيقول لي لا اكتب ايميل صح. طيب في انواع تانية، انبوت تانية غير النيم والايميل؟ في نوع اسمه باسورد، انا محتاج اعامل الباسورد. طب ايه الفرق؟ الفرق ان انا مش عايز الانبوت يظهر او التكست اللي انا هكتبه يظهر، انا عايزه يظهر نجوم كده او نقط. فانا هقول له ان اتعامل لي مع الانبوت ده على شكل باسورد. اقول له فور باسورد. وهنا باسورد. وهنا رايت يور باسورد. نعمل ريفريش. هلاقيه ظهر معايا بالشكل ده. لو انا كتبت انبوت هلاقيه ظهر معايا بالنقط بالشكل ده، ما ظهرش معايا، على عكس الانبوت التانية ظهر معايا النيم عادي كأن بكتب تكست عادي. جميل جميل. في انواع انبوت ايه تاني؟ في نوع والله اسمه ديت، انا عايز انبوت نوعه ديت. ديت اقول له فور ديت، والتايب بتاعي ديت والنيم ديت،
والاي دي ديت. هنا بليس هولدر مش هيظهر، هقول لكم ليه. تعالى نشيله هنا بس ونعمل ريفريش، نسيب ونعمل ريفريش، نعمل ريفريش كده هلاقيه ظهر معايا بالشكل اللي انا شايفه ده. بختار منه الديت، يبقى انا كده اتعاملت مع الانبوت ده على هيئة ديت عشان ابعت البيانات على شكل تاريخ. جميل. طيب ليه محطتش بليس هولدر؟ لانه زي ما انتم شايفين كده هو مش محتاج بليس هولدر، هو منه نفسه الديت بيكر بياخد البليس هولدر اللي هو محتاج. في انواع تانية، في انواع الكالر، في انواع التانية، بس انا اللي محتاجك تعرفه ان في انواع اسمها سيلكت، ان انا في اوبشن مش انبوت، في اوبشن انا محتاجك تعمل لها سيلكت. بمعنى انا هعمل هنا ديف واعمل هنا ليبل بشكل عادي جدا واسمه كونتري مثلا، كونتري، واعمل هنا سيلكت كونتري والاي دي اللي انا كتبته فوق بيتكتب بالشكل ده. طيب السيلكت، السيلكت اكيد في اوبشن جواه، في انا خلاص انا قلت له اتعامل لي مع الانبوت ده على هاي سيلكت، يختار ما بينه، يختار يعني مش يكتب، لا يختار. جميل. فانا محتاجه يختار اوبشن، اديله مثلا وليكن هنا الفاليو بتاعتي اللي هيختارها ايجيبت، النيم اللي هيظهر لي ايجيبت كابيتال. طيب ايه الفرق ما بين الفاليو والديسيبل نيم هنا اللي هيظهر؟ طيب الديسيبل نيم اللي هيظهر هو شكل هيظهر لليوزر، فانا محتاج اكتبها بشكل كابيتال. الفاليو ده اللي هيتبعت مع الداتا، جميل، هيتبعت سمول. ده الفرق ما بين النوعين يعني. طيب انا هنا ممكن اعمل كاتر، ممكن اعمل كيس اي، كيس اي، واعمل ريفريش مثلا، اكتفي بالثلاثه دول وهنلاقي ظهر معانا بالشكل ده. هنختار ما بين الثلاثه اللي احنا حطيناهم، يعني مش هيتم ادخال البيانات بايدك زي ما عملنا فوق. جميل. فده الفرق ما بين السيلكت والليمت. طبعا في حاجه اسمها تشيك بوكس وراديو بوتن، ده برضو محتاجك تعرفهم. لو انا عملت ديف جديد وجواه ليبل وهنا كتبت جندر مثلا، جندر، وكتبت هنا والله انا عايز انبوت من نوع راديو، النيم بتاعي هيبقى جندر، الفاليو بتاعتي لما يسلكت الحاجة دي هتتبعت ميل ذكر، هنا نكتب ميل اللي هيظهر لليوزر، وهنعمل انبوت تاني بنفس الاسم لكن في ميل، ونكتب هنا في ميل، نسيب ونروح نشوف. اظهر معايا الجندر، اختار ما بين الاتنين اللي انا حطيتهم هنا راديو بوتون اهو، هيتنقل ما بين الاتنين اللي انا اخترته لانهم بيحتووا نفس النيم لكن الفاليو بتاعتها مختلفة. جميل. طيب ايه الشيك بوكس؟ الشيك بوكس لو انا عايز اختار اكتر من خيار، هنعمل برضو ان هنا ناخد دي كوبي الاوبشنز مثلا، هنا ممكن نعمل اوبشنز ونعمل تشيك بوكس هنا، والتشيك بوكس اوبشن الفاليو هنا
ممكن OB1 اللي هي option 1، OB2 اللي هي option 2. نسيف، نروح للبراوزر، هنلاقي ان انا ممكن اختار ما بين الاتنين دول وهيسلكت عادي جدا. طيب ده انواع الانبوت او اشهر انواع الانبوت اللي انت بتبقى محتاجها او محتاج تعرفها في ال HTML. كل الكلام ده جميل. طيب انا ازاي بصممت الداتا؟ انا برضو ما عرفتش، يعني انا كتبت البيانات ها، وبعدين لازم يبقى في زرار عشان يقول لي ان انت روح سبميت السؤال. هنعمل جوه الفورم بوتون، البوتون ده لازم يكون من نوع سبميت. طيب في انواع تانية؟ في انواع تانية. في نوع اسمه بوتون، انا عايزك تتعامل معاه على ان بوتون بس ما يعملش سبميت للفورم. طب انا بستفيد منه بايه ده؟ بستفيد منه ان انا بعد كده لما اعمل جافا سكريبت بحتاج ان انا اظهر بوتون بس لما ادوس عليه ما يعملش حاجه. هنشرحه في كل حاجه بالتفصيل لما نيجي لجزئيه الجافا سكريبت. طيب انا هنا محتاج ادي للبوتون تايتل معين، فبكتب هنا مثلا سبميت فور. جميل، وسايب اروح للبراوزر واعمل ريفريش، هلاقي هنا البوتون ظهر معايا. انا ممكن اكتب البيانات، اكتب محمود او اي بيانات، ممكن اكتب الباسورد 123123123 و التاريخ ميل اوبشن 1 وادوس سبميت. وداني فين؟ وداني صفحة الاندكس اللي انا قلت له روح الاكشن معاها بالبارامتر او النيم اللي انا حطيتها جوه الانبوت. هنا النيم محمود، الايميل ام او الايميل اللي انا حطيته، الباسورد اللي انا حطيته، الديت، الكونتري، الجندر، حتى الاوبشن اللي انا حطيتها، كل ده ظهر معايا في البراوزر في صفحه الاندكس اتش تي ام ال. الاكشن اللي انا حطيته هنا، او انا حطيت الاكشن قلت له روح على صفحه الاندكس اتش تي ام ال وكتبت له الميثود بتاعك بوست. جميل جدا جدا جدا. طيب الميثود بتاعي اسف. طيب لو انا عايز اعملها بوست، لان هو الصح انها تتعمل بوست عشان انا بكريت بيانات تسجل على السيرفر فمش عايزها تظهر، يعني مثلا الباسورد انا مش عايز يظهر على البراوزر، فبكتب هنا بوست هنا وبقول ان البوست ده هيظهر في صفحه الاندكس دوت اتش تي ام ال. لو انا عملت ريفريش وكتبت هنا بيانات، تعال نكتب هنا مش ايميل عشان اوريك الدنيا هنا هتمشي ازاي لو انا كتبت ايميل مش ايميل. ميل اوبشن، لو انا دوس سبميت هيقول لي لا هنا انت محتاج تدخل ايميل بالشكل الفلاني. جميل، ان هنا محتاج بليس انكلود ات، لازم تدخل ايميل بالشكل الصحيح. فانا هدخل له ايميل مثلا اي حاجه هنا اهو وادوس سبميت. هنا ودالي صفحه الاندكس بس بالميثود اسمها بوست، ما ذكرليش الداتا هنا في اليو ار ال. طيب انا بستفيد ايه بالبوست؟ انا ببوست داتا، يعني بسجل داتا. انا وديته صفحه الاتش تي ام ال بس انا ما قلتلوش اعمل حاجه بالداتا اللي انا بعتها، فدي هنعملها بلغه البرمجه الخاصه بالويب اللي احنا هنتعلمها. انما دلوقتي انت كل اللي محتاجه ان انت خدت نوعين من الميثودز داخل الفورم، جيت وبوست. جميل، طب ننتقل لحاجه مهمه جدا وهي ربط الجافا سكريبت كود بالصفحه بتاعتي. زي ما شرحنا في الستايل ان في ثلاث انواع لكتابه الستايل او كتابه الستايل داخل البيج بتاعنا. في نوعين لكتابه السكريبت داخل البيج بتاعنا، كود داخل الصفحه بتاعتي ان انا ممكن اكتب سكريبت واكتب هنا السكريبت بتاعي بتاع الجافا سكريبت ايا كان ايه هو. هاي مثلا ما يهمكش ان انت تعرف ايه الالرت دي، بس
كل اللي يهمك ان انا كتبت الجافا سكريبت كود هنا جوه الصفحه بتاعتي. طب ليه انا كتبتها في عند البادي، عند قفله البادي، ما كتبتهاش جوه الهيد؟ انا لو كتبتها جوه الهيد هتسمع عادي، لكن الافضل او المستخدم ان احنا بنسجلها قبل قفله الهيد عشان الاليمنت كلها بتاعه الصفحه تسمع، فبالتالي لما انا كريت او اعمل جافا سكريبت ما يحصلش عندي مشاكل. ايا كان دلوقتي كل اللي يهمك كتابه السكريبت. طيب انا كتبته هنا، كتبت هنا السكريبت بتاعي وكتبت هاي. لما انا عملت ريفريش، اول ما اعمل ريفريش هيطلع لي كلمه هاي. جميل. طيب نفترض ان انا مش عايز اكتب الكود بتاعي في الصفحه وعايز اعمل فولدر اسمه جي اس او جافا سكريبت، وجوه الجي اس ده عايز اعمل فايل جديد اسمه سكريبت دوت جي اس، واكتب هنا alert براحتي هاي فروم فايل. جميل. لو انا عملت ريفريش عايز بقى اربط، اقول للصفحه بتاعتي اقري الملف ده، تمام، منتهى البساطه اللي في الدنيا. جميل. هكتب سكريبت واكتب السورس اللي انا محتاجه يقرا منه دوت اسم الفايل او الباث بتاع الفايل، تمام. لو انا عملت ريفريش هلاقيه هاي فروم فايل. كده انا ربطت الجافا سكريبت فايل بتاعي جوه الصفحه بتاعتي. اخر حاجه محتاج تعرفها في ال HTML، في حاجات او تاجات في الهيد بتبقى مهمه جدا للصفحه بتاعتك او توصف الصفحه بتاعتك. عمرك سالت نفسك ازاي جوجل بيعرف محتوى الصفحه بتاعتك او يقرا محتوى الصفحه بتاعتك بسرعه كده، او يارشف الويب سايت بتاعك بسرعه؟ هو في كذا حاجه الحقيقه، بس من ضمن اهم الحاجات التاجات اللي بتتكتب هنا. التاجات اللي بتتكتب هنا اسمها ميتا تاج. ميتا تاج دي تاجات مهمه بتوصف الصفحه بتاعتك اكتر من اللي احنا عملناها، وبتدي خصائص معينه للصفحه بتاعتك. بمعنى انا مثلا هكتب عربي في داخل الصفحه، فبقول له والله انا عايز الصياغه بتاعه الصفحه بتاعتي عربي عشان ما تحصلش مشاكل وانا بكتب الكلمه، لو البراوزر بتاعك مش هيقرا الديفولت بتاعه UTF-8 اللي هو المحتوى العربي، فعرفه ان انت هتقرا ملف عربي او هتقرا كلمات عربيه هنا داخل الويب سايت. طيب في النهايه احنا اتعلمنا ايه داخل الكورس ده؟ المفروض ان احنا نكون عرفنا ايه هو ال HTML وازاي نبلد التاجات جواه، وايه الفرق ما بين الاليمنت والاتريبيوت، وعرفنا الكومنت والهيدر بجميع انواعه والباراجراف والاي تاج والايمج والاوديو والفيديو، وعرفنا ازاي بنعمل تكست فورمات للتكست بتاعنا لاي تكست جوه الصفحه بتاعتنا، وكمان عرفنا الليست بجميع انواعها سواء اوردر او ان اوردر او ديسكريبشن، وعرفنا التيبل والستايل وازاي نستدعي الستايل بطرق مختلفه، وعرفنا الفرق ما بين الاسبان والديف واستخدمناهم، وعرفنا الانبوت والبوتون والفورم. اتمنى يكون الكورس مفيد وعجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، تفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلك جديدنا اول باول، وما تنسوش تدعوا لأهلنا في غزة، ربنا ينصرهم إن شاء الله.